ياخدكم للمؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام حسن، وتعالوا نشوف القائمه اللي وقع عليها اختيار المدير الفني. كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا موجودين طبعا في السعوديه عشان يتابعوا المباراه من الملعب، والحقيقه كانوا يعني اللي لمسته انا او يعني اللي شفته انا ان هم الحقيقه كل الناس متفائله جدا بتجربتهم، ومن الواضح كمان انه الجهاز الفني للمنتخب بيلقي دعم على كل المستويات، على كل المستويات. فسرها وشوفها زي ما انت عايز، فنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح. هم كلموا على المعسكر واتكلموا، طب خليني اقول لكم القائمه الاول. كابتن حسام اختار لحراسه المرمى محمد عواد، محمد ابو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير الحقيقه استحقها وعن جدار الحقيقه. خط الدفاع اختار محمد هاني، اكرم توفيق، محمد حمدي، ومحمد شكري. محمد شكري طبعا لاعب سيراميكا، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، واحمد رمضان بيكا. خط النص اختار حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا. وخط الهجوم اختار فيه تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، ومصطفى محمد، واحمد عاطف، ومحمد شريف، ومحمد الشامي، بالاضافه طبعا للاعبين المحترفين اللي وقع عليهم الاختيار، واللي ما زال خليني اقول لك موقف صلاح لم يتحدد. صلاح لعب في اليوروبا ليج يوم الخميس، ومنتظر يعني في احتماليه لمشاركته النهارده في مباراه المان سيتي. السيتي بيلعب مع ليفربول النهارده في قمه الدوري الانجليزي، مباراه مهمه جدا بالنسبه للفرقتين لانها مش هتحسم لكنها بشكل كبير هتحدد شكل الصراع على اللقب. القريبين جدا من المنافسه، الموقف انه الارسنال في الصداره بفارق نقطتين عن ليفربول، لكن الارسنال لعب مباراه زياده ووراء ليفربول، ثم وراهم بفرق نقطتين عن ليفربول واربع نقاط عن ارسنال المان سيتي. النهارده السيتي بيلعب مع ليفربول في الانفيلد في ليفربول، وبالتالي في حاله فوز السيتي يبعد بشكل كبير جدا ليفربول عن المنافسه ويتصدر هو البطوله ويجي وراء الارسنال، ويبقى الصراع هنا بين ارسنال وبين السيتي الى حد كبير يعني. لكن الفرق هيكون هيكون ضئيل جدا، ولسه مشوار الدوري الانجليزي طويل شويه. لكن اللي عايز اقوله في النهايه ان المباراه النهارده مهمه جدا للثلاث فرق، للارسنال، ليفربول، والسيتي، وبالتالي مشاركه صلاح النهارده ارض. السؤال هنا، اذا ما شارك صلاح النهارده، هل هيقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم تواجد صلاح في البطوله بصرف النظر عن موافقته من عدمه؟ هو ليفربول طلب عدم استدعاء صلاح، والجهاز الفني قال لك في الاول احنا ما عندناش مشكله اذا ما شاركش مع فرقته، وبعد كده من الواضح ان كان في تفاهمات او اتفاقات بالتراضي انه صلاح ما يشاركش. لكن في النهايه وجهه نظر الجهاز الفني ايه؟ مشاركه صلاح النهارده تاثر على صورته او على مش عايز اقول علاقته، لانه في النهايه دي علاقه احترافيه، ده منتخب مصر، سواء كنت بتكلم على حسام وابراهيم على راس الجهاز الفني او صلاح كان نجم كبير جدا في سكواد المنتخب. على كل الاحوال تعالوا نتابع تصريحات كابتن حسام حسن على كل ما يخص المعسكر المنتخب. ليه ما فكروش في ان هم يلغوا المشاركه في البطوله الوديه؟ ليه اصروا عليها؟ اختاروا العناصر، قصه المحترفين، قصه صلاح. تعالوا نشوف ونرجع لحضراتكم. لا هو مش استبعاد، يعني استبعاد زي ما بتقول في استبعاد، في فرق بين استبعاد دلوقتي مثلا في لعيب معين كان موجود في المنتخب وانت باختيار الفني مش موجود. هو القصه ان الاستبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي انبعت رسمي للاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفتره دي مش موجود، عشان من ناحيه الاصابه بتاعته عايز يتدرج مع فريقه، فبناء على طلبه وجواب جه للاتحاد وحصل تواصل بالرسائل مع اتحاد الكوره، فاحنا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفتره دي حاسس ان هو بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرج بشكل بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه، يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي والجواب جه رسمي للاتحاد ان الفتره دي مش موجود، ويتدرج بعد كده في حته اشتراك اشراكه مع نادي ليفربول. فده الرد او ده الحاجه اللي احنا وصلنا ليها يعني. انما احنا بالنسبه لنا نتمنى طبعا ان كان موجود معانا محمد صلاح، قيمه كبيره جدا
كابتن المنتخب نفسيا في الفتره دي، وخصوصا مع وجودنا انا والكابتن حسام الجهاز الجديد، لما نخش كلنا بقوه بتدي طبعا قوه للمنتخب وتدي رد فعل نفسي للجماهير المصريه. فكنا نتمنى يبقى موجود، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نبقى موجودين عائق لمصلحته. وزي ما بقول وباكد بناء على طلبه، بناء على طلب هو بصفه خاصه، يعني سيبك من ليفربول، بناء على طلب هو الفتره دي مش عايز يبقى موجود فيها عشان ينزل بشكل تدريجي مع ليفربول. فبناء كده كجهاز ومع بالتنسيق مع الاتحاد المجلس اداره اتحاد الكوره، بناء على كده الوضع بقى هو ده الوضع الحالي عشان تبقوا الامور واضحه. اكيد طبعا الفتره اللي فاتت اشتغلنا انا والجهاز معايا ان احنا نشوف الاصلح واختياراتنا من خلال متابعتنا لمباريات الدوري ومباريات افريقيه للانديه المشتركه في افريقيا زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. واعتقد ان احنا كلنا يعني المنظومه كلها، جمهور واعلاميين وجهاز فني وكل الناس، تابعت المباريات وشفنا اللاعبين المحليين وتابعنا اللاعبين المحترفين في الخارج. وطبعا كنا نقبل ان طبعا الاداء طبعا يبقى افضل في خلال مشاهدتنا ومتابعتنا للاعبين في الخارج وفي الداخل، ولكن الحمد لله قدرنا نطلع بافضل اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي. واختياراتي الحمد لله ان انا في المرحله دي بناء على رؤيتي الفنيه انا وجهازي من الناس اللي هي جاهزين فنيا وبدنيا نوعا ما. طبعا كل اللاعبين اللي هم مش موجودين معانا في القائمه اللي اخترناها كلهم متاحين لينا، ما فيش حد مستبعد. كل اللاعبين حتى لو انتوا بعد كده اكيد هتسالوا طبعا بالاسامي او اسامي معينه، تواصلنا حتى مع بعض اللاعبين من خلال الكابتن ابراهيم. اللاعبين اللي مش موجودين في القائمه وبعض اللاعبين كلمناهم، وان احنا مستنيين منهم ان هم يكون في مشاركه بصوره جديده بصفه جديه مع فرقهم في الخارج وفي الداخل. في لاعبين كانوا زمان كان طبيعي انه المفروض ان هم موجودين معانا في القائمه، لكن طبعا حصل اصابات. وفي نفس الوقت كنا نتمنى ان شاء الله ان يكونوا موجودين معانا في اول معسكر، ولكن الظروف. وأمل إن شاء الله المباراة، آخر مباراة في الدوري يوم 12 مباراة في الدوري المصري، ما كانش فيه إصابات تاني، ولأن فقدنا يعني عناصر كانت مهمة زي يعني حتى زي زيزو، وزي مش مفاجأة طبعا كان وجود، كنت في دماغي إن أنا أفكر في رمضان صبحي، وكنا بنحاول إن هو نعده نفسيا ومعنويا بعيد عن الاختيار قبل ما نختار. فده مش سر، لكن ده طبيعي ان احنا رؤيتنا الفنيه ان احنا شايفين في لعيبه تستحق ان تكون موجوده، ولكن بعدت لظروف معينه فبنحاول ان احنا نكون متواصلين معاهم. ده جزء من كلام او جزء من المؤتمر الصحفي اللي اتقال فيه كلام كتير، يمكن دي اهم الحاجات اللي اتقالت على لسان كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن فيما يتعلق بمعسكر منتخب الوطني. خلينا اقول لكم المعسكر يبدا يوم 13، المحترفين هينضموا يوم 17 او 18. منتخب عنده دورة ودية في الإمارات، دورة رباعية مصر تونس نيوزيلند وكرواتيا. كرواتيا هتلعب تونس أعتقد يوم 22، مصر هتلعب نيوزيلندا، الكسبان يلعب الكسبان والخسران يلعب الخسران، ده 26-28 حاجة كده يعني. دورة فيها ماتشين هيلعبوا المنتخب. وحتى سألوه يمكن في المؤتمر ليه ما فكرتش تعتذر، قال لا يعني بما أنه الجهاز الفني اتغير، ولأن الدورة دي يمكن اتفق عليها طبقا لرغبة فيتوريا يعني. لكن الراجل قال لك لا، فرصه ان احنا نشتغل ونقرب من اللعيبه. وفي نفس السياق ده انا بس باكد على كلمه كابتن ابراهيم حسن، انا ما بحكمش على نوايا الاشخاص والله، وكل الاطراف ليهم مني كل الاحترام والتقدير، سواء اتحاد الكره، اتحاد الكره طرف اساسي في القصه، او الجهاز الفني كابتن حسام وكابتن ابراهيم، او كابتن محمد صلاح نجم ما فيش شك، واحد من اهم نجوم الكره المصريه على مدار تاريخها يعني، وفخر لكل المصريين والعرب الحقيقه بالمستويات الرائعة اللي قدمها مع ناديف في أوروبا.